مشاهدينا مكملين معاكم سلسلة حلقاتنا عن الأذكار والأحوال المناسبات. طبعا زي ما تعودنا ان احنا لازم نقول الأذكار دي وتفضل معانا طول الوقت وهي داخلة في كل تفاصيل حياتنا. النهاردة هنتكلم عن دعاء الخروج من المنزل، وعايز ارحب بضيفنا فضيلة الشيخ أشرف مكاوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا. احنا عايزين نعرف ايه هو الأول دعاء الخروج من المنزل وأهميته قبل بقى ما نفسر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليه كما قالت أمنا أم سلمة زوج النبي الكريم، كانت تقول: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. فهذه أربع أمور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. يا ريت كلنا نحفظ هذا الدعاء لأننا في أمس الحاجة إليه. لماذا؟ لأن إحنا كلنا معرضين للخروج من بيتنا والاحتكاك ببعض، دي طبيعي. كل واحد فينا في صباحه يخرج لقصده، اللي ذاهب لمصنعه، اللي ذاهب لمكتبه، اللي ذاهب لوظيفته، اللي ذاهب لمتجره، واللي ذاهب للدراسة، وهكذا. فبنحتك ببعض، نلتقي. الاحتكاك ببعض ده احنا مختلفين الطباع، ما فيش فينا حد مطابق للآخر تماما أبدا، حتى وإن تقاربت الطباع لكن لا تتطابق. فاحنا مختلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث لما قال: لما خلق الله آدم قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل السهل والطيب والخبيث وبين ذلك. فكأن في اختلاف في الألوان والبنية الجسدية، وفي اختلاف في البنية النفسية في الطباع في الداخل طبعا. فاحنا جينا كلنا في قانون الوراثة شغال، ففينا ما بيننا تباين، ده جاي من أصل وانت جاي من أصل آخر، ده نشأ في نشأة وانت في نشأة تانية، وهكذا. فعوامل كثيرة تداخلت، منها الوراثي ومنها البيئي، في النهاية تشكلنا تشكيل مختلف عن الآخر. طبعا مختلفين تماما تماما. فاحنا طبعا عندنا هذا الاختلاف لابد نحطه في بالنا ولابد نتذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده هو اللي هو بتاع دعاء الخروج، كأنه بيقول لك استحضر الحالة دي ليه؟ عشان تبقى مستعد لها. يعني افتكر ان في اربع اصناف هيقابلوك في الدنيا. معناها كده. والاربع اصناف دول يبقى انت مستعد هتتعامل معهم ازاي. وخلي بالك مهما كان عندك استعداد انت برضو ضعيف، استعن بالله. مين هم الاربع اصناف بقى دول؟ الاربع اصناف اللي ورده في الحديث ده هو الضلالي ادي واحد، والزال صاحب الغفله، والعدواني، ومين كمان؟ والجهول. الاربعه دول انت ممكن اللي في الدعاء، اللي مرضوا في الدعاء. الاولاني ده ضلالي. ضلالي يعني ايه؟ اللي هي اعوذ بالله ان اضل او اضل او اضل. ماشي، يبقى ممكن اعمل فئه، ادي فئه من الفئات الاربعه. زي ما احنا بنقول كلمه ضلالي، يعني ضلالي دي اللي يعني هي بقى معناها ايه؟ يعني معناها فهم الامور على غير ما هي عليه. يعني لم يدرك حقائق الامور. يعني ضل عن الفهم الصحيح. يعني معناها عنده تصورات خاطئه في ذهنه. عن ايه؟ عن الحياه، عن البشر، عن الواقع، عن المنهج الصحيح. يعني احنا في طريقتنا احنا العاديه كده العاميه لما نقول على حد ده ضلالي يعني بيلف ويدور كده، مش يعني يعني منحرف عن الحق، مش دغري كده. او بنقول بمعنى اخر انه الطريق الصح قدامه كده، فشاف الطريق التاني ومشى فيه. يعني ساب الطريق الصح ومشى في الطريق الغلط. ماشي غلط، ماشي غلط. فده ممكن احتك بيه طول اليوم، وده ممكن احتك بيه ويقابلني في الاتوبيس، ويقابلني في الشارع، ويقابلني في المكتب زميلي في العمل، ويبقى رئيسي في العمل، وهكذا. بحتك بيه. فهذا النوع اللي صاحب الافكار الخاطئه والتصورات الخاطئه
الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا رب لا تجعلني منهم ولا تجعل حد منهم يضلني. فلن أكون منهم ولا أضل حد ولا حد يضلني. فأدي أول صنف من الناس. وبعدين شوف بيستعيذ بالله، يعني يا رب مهما كنت أنا ذكي ممكن ذكاوتي ما تكفيش طبعا، فأنا محتاج إلى عون الله طبعا، ومحتاج إلى فضل الله، فالله هو الذي يعصمني. محتاجين لربنا بالضبط. ولذلك كان برضه من الأذكار اللي يقولها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل خروجه بها من البيت، قبل ما يخرج بقدمه من البيت، يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب فوضت الأمر إليك، والحول والقول والطول كله بيدك، فأنا ضعيف طبعا، فأعني. فهذا المعنى لازم ناخد بالنا منه واحنا طالعين من بيوتنا رايحين مشوار. يا رب يا رب احنا في عصمتك، يا رب احنا في حفظك، اعوذ بك ان اضل او اضل. شوفي اعوذ بك يعني انا التجأت اليك، انا ضعيف. فده اعتراف بالافتقار الى الله سبحانه وتعالى واستعانة به جل في علاه. فمهما كانت الزكاوة، ومهما كان الوعي، ومهما كان الحذر، ومهما كانت الثقافة، ومهما كانت القوة والبطش، ومهما كان مش عارف انك انت موظف مش عارف فين، ولا رتبتك ايه، ولا ايا كان، انت محتاج الى عون الله طبعا، انت محتاج الى عصمة الله سبحانه. فاول جزء هو ان احنا نلجأ الى الله. يبقى ان احنا استحضرنا معنيين مهمين قوي، معنى ان الناس مختلفة، فده لازم تاخد بالك وانت طالع من قبل ما تطلع من بيتك كده من المعنى ده، ان انا هتعامل مع بشر مختلفين. تاني حاجة ان انا ضعيف محتاج الى عون الله طبعا. فاول صنف هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضل او اضل. تاني. الصنف التاني بقى طبعا عايز هقف تاني مع اضل او اضل ده، لان ممكن هو الواحد بيضل ليه؟ بيضل ليه؟ بيضل علشان بيلاقي فيه حد اخر بياخده كده كده ويحاول يوجهه للطريق المنحرف. مين بقى اللي بياخدني كده ويوجهني للطريق المنحرف؟ يا اما حاجه من الخارج، يا اما حاجه من الداخل. من الداخل الهوى، شهوة، مزاجي، من الخارج الناس، من ولذلك ربنا يقول لنا ايه، قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في شياطين انس بيبرمجوا الواحد برمجة فكرية معينة ويعطوه افكار ضلة، فيرى الحقائق على غير ما هي عليه، فيرى المصلح مفسد والمفسد مصلح، ويرى المنكر خير والخير والمعروف منكر والمنكر معروف والخير شر والشر خير، بيلخبط له الصوره. في شياطين انس بيشتغلوا على الحكايه دي، وفي هوى في النفس، وفي شياطين جن اللي احنا مش شايفينهم، كل ده بيعمل لي عمليه ضلال، كله ضدي كله ضدي وكله بيخليني اشوف الحقائق على غير ما هي علي، ويخليني اشوف الامور مش كده، فان انا ممكن اعمل حاجه غلط وابقى شايفه انها لا عادي، انها صح، انا صح عادي، اهو ده الضلال، اهو ده بعينه ربنا يعافينا. طيب قبل النقطة التانية معانا تليفون. رشا اهلا بيكي. اهلا حبيبتي. انا ليا استفسار بس عن الزكاة. دلوقتي انا حاطة مبلغ من المال في البنك وباخد عليه، يعني بنك اسلامي، وباخد عليه تقريبا من 1-2 حاجة زي كده على حسب ما يديني. فانا خرجت على اصل المبلغ زكاة، لكن ما خرجتش على الارباح، هل اخرج على الارباح ولا لا؟ ومعليش حاجة تانية بعد إذن حضرتك، أنا كنت فلطة في حاجة قبل كده، كنت عايزة أطلع عمرة، أنا والدتي ست مريضة في كبيرة في السن، يعني كنت عايزة أطلع عمرة بس أنا مش متزوجة، بس أنا معايا الفلوس يعني كل حاجة، بس كنت عايزة أطلع اللي هي الصحبة الأمنة، فأنا مش لاقي حد طبعا يطلعني. هو ما ينفعش. فلو حضرتك تقولي يعني عندك 45 سنة؟ لا أقل من كده بكثير. لا لازم محرم، هو قانون، لازم راجل. يعني حضرتك ما تقدريش تساعديني في الموضوع ده؟ لا طبعا، ده قانون، يعني لازم راجل مثلا، جوزك، اخوكي، خالك، عمك، باباكي كده. تمام. هي بتسال الاول نجاوبها، وفي تليفونات تانية بس نجاوبها الاول. طيب هي بالنسبه للزكاه بتطلعها على الاصل والارباح، بتطلعها 2.5% على الاصل والربح. وبالنسبه للعمره ربنا سبحانه وتعالى يعني يهيئ لك الامر، وتجد ان شاء الله من يرافقك من محارمك، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك هذا الامر. فتحي اهلا وسهلا. طيب الخط قطع، نرجع لنقطتنا، وبعدين عايز اقرا حضرتك برضو على الفيسبوك ان احنا المشاهدين كتبوا كل واحد وهو نازل الصبح بيقول ايه.
طيب احنا مع النص اللي ورد مع سيدنا النبي فهو اولى. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فاحنا عندنا الصنف الاولاني هو تعرفنا ان هو صاحب الضلالات، يا ربي لا اكون منهم ولا حد منهم يضلني. رقم اثنين الازل او ازل. الزلل ده زي واحد ماشي كده فتعثرت قدمه فزلت. اتزحلق ده يعني بدون قصد. ده واقع يا عيني ويعني اهوت اخطأت قدمه. غصب عنه. لكن غصب عنه. مش قاصد كده. ودي بيأتي منين؟ يأتي من غفلة الإنسان، لأن الإنسان مش كل أجهزة يقظة في كل لحظة. طبعا. ربنا يقول لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. نسي ديته أداة الجهاز الإنساني، هو ده طبيعة الإنسان، إنه ممكن ينسى، ما ينتبهش، يصيبه شيء من الغفلة فيقع في خطأ. ممكن الاقي نفسي انا وقعت في خطا، وممكن الاقي اللي قدامي وقع في خطا وان كان يخصني، بس هو بيغلط معايا ما كانش قصده. هلاقي الصنف ده من الناس. وممكن اكون انا منهم اللي بيغلط بدون ما يقصد. ها، فطبعا هنا النبي بيقول يا رب ما اكونش من ده ولا من ده. يا رب. يعني حتى الوقع بدون قصد والخطا في حق الغير ولا بتاع بدون قصد، يا رب عافيني منها. ولا حد يغلط فيا بدون قصد، ولا اغلط في حد بدون قصد. دي كمان. احنا هنا لازم نلتفت لنقطه مهمه، ان الوقوع في خطا بدون قصد طبيعه البشر. طبعا. ادم نفسه. سيدنا ادم اهو نفسه ربنا قال عليك فناسياه ولم نجد له عزم. فنلاقي فئه من البشر كده نعذرها ونقول معلش، ما هو انسان. ما هو بني ادم لازم يغلط كده. ما هو غصب عنه. ما كانش يقصد. زلت سيدنا ادم نزلتنا كلنا الارض. معلش. بس برضه ربنا عفى عنه وتاب عليه. وربنا قال ثم اجتباه. فربنا سبحانه وتعالى بيعفو عمن يخطئ بدون قصد. احنا نتعامل بنفس الروح بقى. لو حد قدامي ما كانش يقصد بس غلط، عفى الله عنه. أسامح بقى. النوع من البشر ده محتاج إلى سعة صدر قوي. ومحتاج لعفو ومحتاج لكرم في التعامل، لأني لازم أقدر موقفه. طيب معانا تليفون. جيهان أهلا بيك. ألو. ألو. أيوة حبيبتي اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. من فضلك أنا عايزة بس أسأل دلوقتي، أنا بالنسبة للأذكار، الأذكار أنا بنتبعها كويس قوي، أذكار الصباح وأذكار المساء، بس في أيام كتير ببقى بعد صلاة الفجر بقولها في سري. فهل ذكر الأذكار دي في 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 سر الواحد أو في قلبه بتجيب نفس الثواب أو باخد عليها نفس الثواب؟ تمام يا حبيبتي. طيب. هي سؤالها مهم، انه الاذكار لازم تتقال يعني بصوت عالي ولا ممكن؟ لا، مش لازم بصوت عالي. او اللي انا عايزاه. ابدا ابدا. هو الذكر في الحقيقه هو ذكر القلب، اليقظه القلبيه ديت. ولكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبنا بان احنا نقول اذكار معينه، يبقى القول قول لسان مع القلب. يعني لازم اللسان يردد، مش لازم اعلي صوتي، بس لساني يتحرك بالكلمات حتى من غير صوت، حتى من غير صوت، يعني من غير اقصد ما يعلي، اقدر لكن يعني هو اقول ده في سري. حركه اللسان ديت مهمه جدا، حركه ان انا اطلع الحروف واتكلم، هي بتخلي الواحد مركز. بالظبط. انما لما انا اقفل بقي كده وما اتكلمش وكاني بتخيل صوره الذكر، لا مش لوحدها كفايه كده، احنا محتاجين احنا كمان لساننا يردد، يبقى اسمه قول. نفس الكلام في قراءه القران على فكره. هو انا لا ينفع ان انا احط المصحف قدامي كده وابص وخلاص كده، النظر في المصحف عباده. طبعا. كويس قوي، لكن انت ما قراتش، دي مش تلاوه. ده تفكر. ده تدبر. ها، لكن علشان اخد الثواب كامل اقول باللسان حتى لو من غير صوت. هل لو انت جيت سالتيني دلوقتي دي اسمها قراءه؟ اقول لك لا مش قراءه، دي تلاوه. لا مش تلاوه، امال ده ايه؟ ده تفكر بالعقل. يمكن تاخد عليه ثواب. طبعا ان شاء الله. لكن انا ما بتكلمش عن كده، بتكلم عن ازاي اكون قد ذكرت الله عز وجل بما اراد رسول الله. اراد مني ان اردد هذه الكلمات، وفي نفس الوقت معناها يكون حاضر في قلبي. ها، فحاضر قلبي مع لساني. معانا فاطمه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي، انا عندي ديون جامده جدا، وانا عندي اولاد، وكانت حالتي متيسره جدا، وتدهورت بيا الظروف ان انا عندي ديون مش قادره ان انا اسدها. هل حد ممكن يقدر يساعدني؟ يعني انا بعتبر متهيألي، انا كنت بتصل اسال الشيخ ان كان ده بند الزكاه، ان حد يقدر يساعدني. انا يعني عندي جوزي موظف
ودخله يكفيني، بس انا عليا ديون قروض كلها محتاجة ان انا اسدها عشان اقدر اكمل الرسالة مع اولادي، لان انا كنت من يعتبر من الطبقة العالية وحصل لي دروب جامد قوي، فحياتي كلها بتتهد قدام عيني وجوزي بيتعرض ان هو ممكن يموت نفسه، حياتي كلها بتضيع بمعنى اصح، فمحتاجة اي مساعدة من اي حد. دي يعني القروض اللي عليا مش كبيرة، لكن انا عايزة حد يوقفني على رجلي اكمل تعليم اولادي، فلو حد يقدر يساعدني يا ريت. بصي انت في كل الاحوال سيبي رقم تليفونك، اذا حد حب ان هو يساعدك يتصل طبعا بينا، والشيخ هيقول لنا من الناحيه الفقهيه هل ينفع الزكاه. طبعا، لان الغارمين الغارمين يعني المديونين، فلو كانت مديونه وتحتاج لانها تسد هذا الدين يجوز اخراجه من الزكاه. فبقول لكل اهل اليسر واهل العطاء، مد ايديكم واتصلوا واسألوا وعرفوا رقم تليفونها وتحققوا من الخبر بتاعها ومعاها وكده، ونشوفوا ان شاء الله، وتشوفوا ان شاء الله ايه اللي ممكن تعملوه، فربنا يتقبل ان شاء الله. وان دايما القروض بيجي بعدها، هي دي مشكلة القرض دايما، وخاصة لما يبقى قروض بقى بفوائد وداخل. نسأل الله العفو والعافية. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا مشاهدينا، خليكم معي. احنا طبعا مشاهدينا حطينا النهاردة على صفحتنا على الفيسبوك انه كل واحد وهو بيخرج من البيت بيكون لي دعاء او ذكر معين، فكل واحد كتب هو بيقول ايه. مثلا احمد بيقول بسم الله توكلت على الله واستعنت بالله واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة الا بالله. نجلاء بتقول اللهم اجعل اول هذا النهار فلاحا واوسطه فلاحا، اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبتنا على ديننا. أميرة بتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجعل علي. بوس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سباعي إن الذي فرض عليك القرآن لردك للميعاد، واللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجعل علي. فرح بتقول استودعتكم الله. نونا بسم الله توكلت على الله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنجل بتقول الأذكار اليومية، واللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. وفي طبعا قالوا بننسى نقول الأذكار، وفي مثلا نادي بيقول آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وبسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثلا لا إله إلا الله توكلت على الله وهو رب العرش العظيم، بسم الله توكلت على الله. الأغلب يعني بيقول بسم الله توكلت على الله وأفوض أمري إلى الله، هي دي أغلب الحاجات اللي بتتقال الصبح قبل النزول من البيت. كويس، هو بسم الله توكلت على الله وردت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كويس. وحتى الذكر اللي ما وردش عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر، لكن الأفضل طبعا هي الصيغة اللي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر ما خرج من الفم الشريف. لكن اهي الناس بتتواصل مع الله سبحانه وتعالى بالذكر ده، حلو وجميل، اللي بيقرا آية الكرسي كويس، واللي بيقول بسم الله توكلت على الله كويس، واللي بيدعي اللهم اني اسالك ان يكون هذا اليوم اوله صلاحا واوسطه خير، خير. وان كان دي من اذكار الصباح مش من اذكار الخروج من المنزل، لكن الافضل التقيد اولا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت نحفظه، يا ريت نقوله، فدي الصيغه دي اجمل وافضل. وبعد كده عاوزين بقى نذكر الله بأي صيغة من الصيغ احنا حرين بقى، لأن الذكر ده مش لازم نتقيد فيه بالمقصور فقط. يعني أنا الأفضل المقصور، طب وبعد المقصور عاوز أذكر تاني، أذكر بقى كما تحب، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فياريت إن احنا يعني نزود الصيغة بقى دي على اللي احنا بنقوله كل يوم، واللي انتوا بتقولوه ده خير وبركة، هو كله ذكر لله وآية كرسي وخير وبركة. لكن أهم حاجة إن الصيغة النبوية هي الأفضل. اللي هي إيه بقى حضرتك قولها تاني عشان نكمل شرحها. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يا ربي أنا بستعيذ بيك من هذه الأمور الأربعة. ف
فالاربعه دول هم الاصناف الخطره او الاصناف اللي بيبقى فيها اشكاليه اللي ممكن تاذيني يعني اللي ممكن في اليوم بتاعي. طيب فاحنا خدنا الصنف الثالث بقى. الصنف الثالث بقى العدواني. العدواني ده اللي هو والعياذ بالله فيه ظلاميه في النفس، فيه انفعاليه اكتر من اللازم، فبالتالي لا يراعي حق الناس، فممكن يعتدي على بدنك او مالك او عرضك او ولدك او اي شيء، عنده عدوانيه، فمجرد انك انت بس تصطدم معاه يعتدي عليك. مجرد انك انت تختلف معاه في العمل يروح يكتب فيك تقرير اسود، يروح يحرض عليك جهات معينه، يروح يقول عليك كلام بالزور، مجرد انك انت اختلفت معاه او انت وجهه نظرك غير وجهه نظره، على طول يروح يتسلط عليك ويحاول يكتب فيك تقارير عشان ياخرك عن وظيفتك او عشان يأذيك او يظلمك او يظلم ولادك او اي حاجه هو كده. فده انسان عدواني، طبيعته العدوانيه. طب في ناس كده موجوده كده، هي اتربت كده. يعني في واحد بيبقى الوسط الاجتماعي او الوسط الوظيفي اللي هو فيه صنع منه انسان لا يراعي حرمات الله، طبيعه الوسط. والواحد في حياته بقى بيشوف مثلا ناس هم يعني متربين كويس واهلهم كويسين وهم اللي طينتهم فيها الخبث دي، زي ما حضرتك كنت بتقول في الاول ان الطينه مختلفه. صحيح. فبنقول بطريقتنا العاديه ده طينته خبيثه. ايوه هو كده، ما اهله كويسين ومتربي كويس وبقيته كويسه. صحيح. هو اللي عنده مشكله نفسيه. صحيح. اتكونت المشكله النفسيه دي عنده، كبرت معاه لغايه ما بقى في النهايه يعني كانه لا يراعي، ما عندوش حاجه اسمها حق الاخر. هو الانا ثم الانا ثم الانا. طب الانا دي ولو فيها طغيان على الاخرين ولو فيها طغيان على الاخرين، انا احقق هدفي واحقق مقصدي واحقق ملذاتي ومصالحي ولو الصعود على جثث الناس. فهذه طبيعته، واحد عدواني بطبيعته. ها فده الصنف ده النبي يقول يا رب لكن من ده ولا حد يكون منهم يقابلني فيظلمني. لا تعامل مع حد ولا تظلم. احنا عندنا على فكره من اللغه درجه يقول يا بخت من بات مظلوم ما باتش ظالم. او ساعات يقول لك يا رب يعني مظلوم بس ما يجعلني ظالم. لا لا ده ولا ده، لا ده ولا ده. لا احنا عايزين اكون مظلوم ولا اكون ظالم. لا اعوذ بك ان اظلم ان اكون ظالم او اظلم ان اكون مظلوم. فاللي عاوز لا دي ولا دي. فالطبيعه ديت لازم ناخد بالنا منها. ان في ناس بطبيعتها عدوانيه نحاول احنا نتحاشاها، نحاول احنا نقابل عدوانيتها بشيء من تجنب التجاهل او التعامل ساعات بشيء من الايه، من العفو والسماح لو كنت اقدر عليه، او ان انا اتعامل معه بشيء من العدل والانصاف والحزم. اخر نوع في الدعاء، اخر نوع بقى اللي هو صاحب النفس الجهوله. والجهل ده مش الجهل الثقافي فقط، لا ده هو الجهل السلوكي. يعني سلوكياته سفيهة. يعني مش مهذب. يعني كأنه ممكن نسميه باللغة الدرجة العامية كمدبي، يعني غشيم، يعني مفيش أخلاق، مفيش معاملة لطيفة. ففي تجاهل أو في يعني إيه غباء، عدم ذوق في التعامل. عدم الذوق في التعامل ده طبيعة بعض النفوس، وخاصة اللي ممكن تكون ما عندهاش علم كتير. لأن سيدنا الإمام يقول من قل علمه ظهر جفاه. شوف يعني الجفوة والجفاء وعدم التهذيب يطلع بقى. لذلك احنا لازم نراعي ان في صنف من الناس قلت ثقافته وقل علمه. فبدأ يبقى فيه جفاء في التعامل او عدم تهذيب في السلوكيات، فسلوكياته كده غشيمة في اخذه في عطائه في مشيه في تناوله. ممكن على فكرة يكون متعلم، يكون معاه شهادة عليا، بس هو صاحب الشهادة العليا اللي بيشرب مش عارف الكوباية الازازة ويرميها من الشباك في العربية. او ده جهالة. انه يدخل فيتجاهل انه يسلم على الناس او يتكلم بطريقة بايخة او يتدخل في ما لهوش فيه او يهزر بطريقة غير لائقة او يرد بقلة ادب او يرد بقلة ذوق. كل ده اسمه جهالة السلوك. فجهالة السلوك ديت مش حلوة. لذلك انت هتحتك بناس عندها الطريقة دي، وخاصة بقى في مجتمع كسرت فيه الأمية وعالت فيه قضية الايه ان انا حر وكده. الطبع اللي هو بينتشر ده، وان دلوقتي للاسف لازم كلنا ناخد بالنا من الحكايه دي، ان موضوع السوشيال ميديا دي خلت ان الدنيا سهله ان انا اكتب. يعني ممكن في كلمه ما اقدرش اقولها بس احس ان سهله ان انا اكتبها. على فكره ان انا كتبتها زي ان انا قلتها. بالظبط. هي بتعمل نفس الفعل في اللي قدامي، بتجرح
وبتأذي وباخد عليها الذنب وكل صحيح. حاجة صحيح. مش معنى ان انا كتبتها خلاص كتبتها انها عادي، لا هي مش عادي خالص، لان النسبة بتستسهل ان ممكن تقل ذوقها وتجرح وتأذي بكلمة هي فاكرة انها كلمة، الكلمة دي هدت كتير. صحيح. جهالة في الدنيا وفي الاخرة أذت في الدنيا وفي الاخرة. صحيح. الجهالة دي ممكن تكون جهالة بالكلام فاسلوب غير، سواء كان تلفظ به الانسان والكتابة، قالوا القلم احد اللسانين. القلم احد اللسانين، كأنك قلت بلسانك بالضبط اللي انت كتبته، ما تستسهلش يعني. والجهالة السلوكية ممكن تكون بالطريقة يعني لما امشي مثلا في الشارع، هو كل الحكاية 4-5 متر كده، والعربية تيجي انت واقفة بعربيتك واقفة عشان تشتري حاجة من عند السوبر ماركت، وانت واقفة الشارع وقفت الشارع واجي حضرتك مين بقى؟ حضرتك الدكتورة فلان. طب ايه يعني؟ طب الدكتورة بتاعتك ما نفعتكش في قلة الذوق. بس هي فالجهالة السلوكية دي موجودة حتى لو كان مع انسان مثقف. صح. انا بشكر حضرتك جدا. كرمك. احنا وصلنا طبعا لاخر فقرة في حلقتنا النهاردة، واخر تقرير معانا من 40 رحلة حج، يا رب تتعاد كده ان شاء الله وكل سنة ويزيدوا كمان، يا رب يبارك ان شاء الله ويستخدمنا ولا يستبدلنا. احنا طبعا كان عندنا 40 رحلة حج مقدمة من السفارة بالتعاون مع السفارة السعودية في مصر، ورحنا وحجينا وكله رجع بألف سلامة. واخر تقرير النهارده هيكون مع عزه، وهي معانا على التليفون، هناخد مكالمتها سريعا قبل ما نشوف التقرير. اهلا بيك يا عزه. اهلا يا استاذه دعاء، سلام عليكم. الحمد لله على السلامه حبيبتي، الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا استاذه دعاء، ربنا يخليكم. مبروك بقى يا حاجه. الله يبارك فيك، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه حبيبتي تمام. الله يخليكي يا استاذه دعاء، كتر الف خيرك والله. الحمد لله يا حبيبتي، اتبسطتي؟ قوي قوي، ربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب، وتفرحي بولادك كده يا رب. اللي انتي اسعدتينا وفرحتينا كده ووديتينا حاجة كنا ما بنحلمش بيها، وبجد اسعدتينا كلنا، كنا 40 واحد، مش قادرة اقولك مدى السعادة اللي احنا كنا فيها بجد يعني. وكنتوا خايفين علينا كتير قوي هناك يعني، بجد ربنا يكرمكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب يا رب، وكل اللي ساهم يا رب وفرح قلوبكم ان شاء الله ربنا يفرح قلوبهم كلهم يا رب يا رب يا رب. يا استاذه دعاء، حضرتك والسفاره السعوديه وكل اللي ساهموا في اسعادنا كلنا والله، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا استاذه دعاء، الله يسلمك. الله يسلمك، الحمد لله على السلامه حبيبه قلبي. الله يخليكي، كانت رحله جميله، ربنا يكرمك يا استاذه دعاء والله. ان شاء الله بعوده حبيبه قلبي، وربنا ما يحرم حد ابدا يا رب. اللهم امين، اللهم امين يا رب، كتر الف خيرك يا استاذه دعاء، حضرتك والبرنامج بتاعكم كلكم كده بنشكركم، وانا احنا عاجزين عن الشكر والله، وبندعي لكم، وكنا فاكرينكم هناك يعني بالدعاء. ربنا يتقبل، دي احلى حاجه في الدنيا. ربنا يتقبل، الحمد لله يا رب، ربنا يكرمك يا استاذه دعاء. الله يخليك يا حبيبه قلبي. احنا هنشوف بقى دلوقتي تقرير عزه، وده التقرير بقى رقم 40، اخر تقرير معانا من تقارير الحج، والف حمد وشكر ليك يا رب ان ربنا استخدمنا للفرحه دي، وان هم رجعوا كلهم بالف سلامه.